السلام عليكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن السلطات الحكومية ما زالت مستمرة في إزهاق أرواح الأبرياء من العراقيين عن طريق حملات الإعدام الجماعية الظالمة التي يساق فيها المعتقلون ظلما إلى مشانق الموت الآثمة بتهم باطلة، مواصلة بذلك جرائمها الإرهابية التي شرعت بها منذ سني الاحتلال الأولى وهجمات أحزابها وميليشياتها الإرهابية المسلحة على مناطق ومدن متفرقة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى. وجددت الهيئة التأكيد أن الإعدامات في العراق مجحفة وظالمة وأن هناك انتهاكات صارخة في المعتقلات والسجون الحكومية حيث لا تسلب الحرية فيها فحسب وإنما تكتم الأنفاس ويموت المعتقلون قتلا خارج نطاق القضاء. وأضافت الهيئة أن ما يجري في العراق من انتهاكات واضحة سواء من حملات الإعدام الجماعية التعسفية المجحفة أو القتل تحت التعذيب داخل السجون الحكومية أو التعذيب من أجل انتزاع الاعترافات الباطلة أصبحت لا تخفى على منظمة الأمم المتحدة ودول العالم ومنها الدول العربية، فضلا عن منظمات ومراكز حقوق الإنسان الأخرى، وهو ما نبهت إليه مؤخرا بعض المنظمات الدولية بعد جهود مكثفة من قبل هيئة علماء المسلمين وعدد من المنظمات والقوى العراقية المناهضة للاحتلال. وبينت الهيئة في بيانها أن ما يجري في السجون من جرائم إنما تقف وراء استمرارها إرادة سياسية صريحة للسلطات الحكومية التي تصر على مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب ذي البعد الطائفي. وبينت أن هناك حالة انعدام تامة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث كثيرا ما يتمتع الجناة بالإفلات من العقاب، مطالبة الأمم المتحدة والدول العربية بمواقف واضحة تشعر الشعب العراقي أن العالم لن يتخلى عنه. وضمن هذه المعطيات نطرح التساؤلات الآتية: على الرغم من أنها جائرة، لماذا تستمر السلطات في العراق بتنفيذ أحكام الإعدام بالمعتقلين؟ ما الغاية والهدف؟ على أي الأسس تعكز القضاء الحالي في العراق في إصدار أحكامه بالإعدام ضد النزلاء؟ ما موقف بعثة الأمم المتحدة في العراق تجاه الأحكام التي تصدر ضد المعتقلين بوشاية المخبر السري أو اعترافهم تحت وطأة التعذيب الوحشي اللا إنساني؟ ولماذا دأبت السلطات القمعية الحكومية على الإعدامات التي وصفت بالمجحفة والظالمة فضلا عن الانتهاكات الصارخة في المعتقلات والسجون الحكومية؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان إعدام المعتقلين حملات ظالمة تزهق أرواح الأبرياء. ستكون معنا ضيفة في الاستوديو المحامية والباحثة في القانون الدولي الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم، حياكم الله. مرحبا بكم ومساء الخير لكم جميع المشاهدين. شكرا جزيلا على حضورك هنا في قناة الرافدين. شكرا جزيلا على الاستضافة. ومعنا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، مرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله أستاذ محمد، وحيا ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. حياكم الله دكتور. وأيضا معنا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، مرحبا بكم، حياكم الله. مرحبتين، حياك الله وحيا المستمعين. شكرا لتواجدك معنا دكتور قحطان، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، ضيوفنا، فاصل ونعود بإذن الله.
إذن مشاهدينا الكرام، نبحث في برنامج طاولة حوار لهذا الأسبوع: إعدام المعتقلين، حملات ظالمة تزهق أرواح الأبرياء. معنا ضيفة في الاستوديو الأستاذة إيناس زايد، وعبر الهاتف الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي. أبدأ معكم أستاذة إيناس. السلطات الحكومية مستمرة في إزهاق أرواح الأبرياء من العراقيين، وذلك عن طريق حملات الإعدام الجماعية الظالمة التي يساق فيها المعتقلون ظلما إلى مشانق الموت. طبعا كل هذا يجري بتهم باطلة كما جاء في بيان الهيئة، ولكن من الناحية الحقوقية وإذا أردنا تحميل المسؤولية والمساءلة، هل يتهم القضاء في العراق لوحده في مجازر الإعدامات التي تجري هناك؟ هل القضاء وحده ممكن أن نتهمه بذلك؟ نعم، يعني أستاذ محمد، يعني كلمة اتهام القضاء هي بحد ذاتها عبارة يعني مشوبة بعدم القانونية، لأن القضاء هي الجهة التي تتهم ولا تتهم، والأصل في القضاء بأنه الجهة المخولة بتطبيق القانون وبإحقاق العدالة. فعندما نتحدث بأن القضاء اليوم أصبح متهما ومتورطا في هذه الجرائم، نحن نتحدث اليوم عن نظام العدالة المتكامل في الدولة، ونحن نراه يسقط وينهار. وهذا الأمر يعني يتم كما ذكرتم في تقريركم وتقرير الهيئة، نعم، بأن هذا يتم بإرادة سياسية ممنهجة، وهذا الأمر يمتد على مدار سنوات، ليس جديدا. الأحكام الجائرة والأحكام الغير قانونية قد صدرت منذ سنوات وطبقت، وأحكام الإعدامات بحق أشخاص دون حتى أن يتم فحص مدى قانونية الأدلة التي صحيح. يعني نعم. حكم نعم. بناء عليها بهذا الإعدام. عدا عن كون الإعدام بحد ذاته هي عقوبة محرمة دوليا ولا صحيح. يمكن تطبيقها، لأنه الإنسان بإمكانه دائما إثبات براءته، وقد يكون هناك دليل براءة لهؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم حتى وإن كان هناك دليل إدانة بحقهم بالضبط. ولكن على الرغم من ذلك تم تطبيق هذه الإعدامات وبسرعة وبطريقة أشبه بأنها تصفية لهؤلاء الأشخاص أكثر من كونها عقوبة، لأن العقوبة الأصل في العقوبة هي أن تحقيق الردع العام والردع الخاص بالضبط. وهذا الأمر لم يتم من خلال هذه الإعدامات، هو الذي تم هو تخويف للأشخاص بأن أي شخص يقوم بمخالفة الإرادة السياسية التي يعني تطبق اليوم في نعم. على الأراضي العراقية، هذا هو مصيره وهذا هي الأحكام. والمرير في الموضوع أو الأمر في الموضوع هو أن هذه الإعدامات وهذه التصفيات تتم بغطاء قضائي أو بغطاء قانوني، نعم. يعني يستخدم القانون ويستغل من أجل تصفيات شخصية قد تكون سياسية أو على أسس طائفية، ولكن هذا التورط القضاء في هذه المسألة هو المسألة التي يعني تنبئ بخطورة على الأمد البعيد، ليس فقط على الأمد القريب من خلال تصفية هؤلاء الأشخاص، لأنه عندما نتحدث عن القضاء ركيزة في الدولة، عندما ينهار القضاء إذن تنهار الدولة بكاملها ولا يصبح هناك دولة. تخيلي أستاذة إيناس أن أغلب الذين يساقون إلى مشانق الإعدامات تأتي عبر وشاية المخبر السري، ولكن حتى المخبر السري لا يتم استدعاء إلى المحكمة، ويبقى المخبر السري مجهول الهوية، لا يعني لا يصرح به من هو، يعني من هو الذي قام بالشكاية. سنأتي على هذا الموضوع، ولكن دعيني أنتقل إلى الدكتور أيمن العاني عبر الهاتف من عمان. دكتور أيمن، يعني في هذا الإطار، ما الأسباب التي دعت هيئة علماء المسلمين في العراق لإصدار بيان يخص عمليات الإعدام الجائرة التي تطال المعتقلين في هذا التوقيت تحديدا؟ تحية لك مرة أخرى ولجميع الضيوف الكرام والمشاهدين. في الحقيقة هذا الأمر يعني مع الأسف أقول قديم جديد، هو يعني ليست المرة الأولى، بل هنالك طبعا عشرات الكثير من البيانات والتصريحات التي أطلقتها الهيئة عبر قسم حقوق الإنسان طوال السنوات 21 الماضية، لكن مع الأسف الشديد هنالك تفاقم لهذه الحالة وإصرار رسمي. هنالك 9 حكومات احتلال متعاقبة تعاقبت على حكم والتحكم بالعراق ومصير أبنائه. جميع هذه الحكومات هي مصرة على إزهاق أرواح الأبرياء الذين لم تثبت إدانتهم بشكل قانوني وبشكل صحيح وبشكل شرعي
وهنا طبعا يزاد على ذلك الصرخات المكتومة الكثيرة، الكم الهائل من تلك الصرخات من داخل المعتقلات في العراق طبعا. وكل هذا يعني لا أبالغ إذا أقول تأسست هيئة علماء المسلمين للدفاع عن حقوق المستضعفين من أبناء الشعب العراقي، للوقوف إلى جانبهم وإشعارهم أنهم يعني ليسوا وحدهم. وكذلك لا أبالغ إذا أقول أن هذا المسلك أو هذا الطريق الذي اختطته هيئة علماء المسلمين لنفسها هو طريق يعني قليل السالكين فيه. لماذا؟ لأن مسؤوليات هذا الطريق كبيرة جدا، والأثمان الباهظة التي تدفع في من خلال السير بهذا الطريق أيضا باهظة جدا. لكن مع ذلك الهيئة من منطلق شرعي ومسؤولة مسؤولية وطنية أيضا، هي تحاول إيصال صوت المظلومين والمستضعفين من فئات المجتمع العراقي، ولا سيما المعتقلين منهم، وخاصة طبعا هنا الذين تم إصدار أحكام إعدام جائرة بحقهم في محاكمات يعني تفتقر لأبسط المقومات لأبسط مقومات العدالة، باتفاق دولي إجماع دولي على أن المحاكمات في العراق بعد 2003 ولا سيما في المدة التي يعني اليوم ينفذ أحكام الإعدام التي صدرت ما بين 2014 و2017، هذه كلها حقيقة هنالك إجماع دولي على أن هذه الأحكام هي أحكام جائرة صدرت في محاكمات سريعة من قبل منظومة قضائية يشوبها عيوب كبرى، ويعتمد القضاة فيها على تنفيذ رغبات سياسية أكثر مما هو اعتماده على أسس قانونية وأدلة دامغة لاتخاذ هذه القرارات. أيضا دكتور، يعني هناك الأحزاب ذات العمق الميليشياوي تستغل موضوع غض البصر من قبل طبعا القوات الأمريكية المحتلة، سنأتي على هذا الموضوع، ولكن أنتقل إلى الدكتور قحطان. دكتور قحطان مرحبا بكم. يعني على الرغم من أنها أحكام جائرة، ولكن لماذا تصر السلطات القضائية في العراق السلطات الحكومية بتنفيذ أحكام الإعدام؟ ما غاية وهدف كل ذلك؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالضيوف والمشاهدين الكرام. نعم. بالتأكيد لكي نكون منطقيين علميين وفق المنظور الحضاري، أن القضايا القانونية تناقش قانونية باعتبار أن القانون له دلالاته وله اشتراطاته وله الحجج القانونية التي يراد عليها. ولكن نحن نضطر في العراق أن نرى المحلل السياسي هو جزء من تحليل هذه الصورة أو هذه الوضعية، وذلك انطلاقا ليس انطلاقا من موضوع القانون ذاته بقدر ما انطلاقا من الكيفية التي الآن بعد 2003 أضحى بها القانون وأضحت بها العدالة وأضحت بها الجهات المعنية على متابعة المتهمين وتنفيذ الأحكام بها. الدلالات كلها تشير إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية فاعلة خلف القرارات القضائية، هذا واحد. اثنين، عملية الانتقائية في عملية التوقيف وعملية وآلية التحقيق وبدءا بآلية إلقاء القبض اللي هي عبر المخبر السري وما شابه ذلك يعطي لنا دليل أن هناك انتقائية في الموضوع. الشيء الآخر أن هناك من هم فاسدون حقيقة وهم يعني أمام الملأ ويتحدون الدولة بفسادهم ولا يسألون ولا يحاسبون. القتلة أيضا هناك من بعض الفصائل المسلحة تقتل بدم بارد ولا أحد يسأل ولا يحاسب. إذن عملية القضاء وعملية تنفيذ القضاء وفق هذه الصورة يسمح لنا نحن السياسيون أن ندلو بدلونا ونقول أن كل الذي يجري في الآن هو في العراق هو سياسة. عملية اختيار التوقيتات لتنفيذ الإعدامات أيضا هو سياسة، ولعلنا نرى أن على سبيل المثال زوجة البغدادي أعجبت قبل حوالي كذا شهر، والموضوع هو من سنين مضت خلت، ولكن بقت أمه معلقة كي تعطي رسالة
إلا أن هناك في الآفاق شيء ما لدى الجهات الرسمية. إذا نعتقد نحن كمتابعين سياسيين أن الموضوع كله سياسي، والاختيار في أوقات التنفيذ سياسي، والحكم أساسا سياسي، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذه الإجراءات هي تحد من ظاهرة العنف الحقيقي، ولا تتابع القتل الحقيقيين، ولكن تتابع الخصوم السياسيين. لذلك الوضع في العراق وضع مأساوي وانتقائي، وبالتالي أي إجراء تقوم به الدولة بهذا الاتجاه لا يمكن أن يخرج من إطار التسييس للقضاء، وهذه طيب. المشكلة الكبرى في العراق. أستاذة إيناس، المخبر السري لا يتم استدعاء إلى المحكمة، تبقى هويته مجهولة، غير معروف من هو الذي اشتكى أو الذي كتب تقرير عن المتهم. عناصر أي قضية، وأنت أعرف من عندي وصاحبة اختصاص، مشتكي، متهم وشهود. عملية أنه لا يوجد المخبر السري داخل المحكمة ولا تكشف هويته، هل هذا وارد في القانون؟ يعني لا يوجد في أي قانون في العالم شيء يسمى أن هناك ضبط ومحرر لهذا الضبط، ولا يتم استدعاء هذا محرر هذا الضبط، بمعنى بأن نحن كقانونيين وكمحامين ندقق في الضبط الذي يحرره الشخص المعني وصاحب الصلاحية ابتداء، وصاحب نحن نسميه ضابطة عدلية على سبيل المثال، هو الذي يحرر الضبط. نرى أو نفحص الشروط لهذا الضبط حتى لا يمكن أو حتى يمكن ربما الطعن في الجريمة أو التهمة الموجهة إلى المشتكى عليه شكلا قبل النظر فيها موضوعا، وهذا الأمر متعارف عليه بين المحامين. عندما نتحدث اليوم عن محرر هذا الضبط بأنه غير موجود ولا يستدعى حتى يتم فحص بناء على ماذا تم اتهام هذا الشخص، فنحن ابتداء هدمنا أول ركن وهو ركن الشكلية في توجيه التهمة وتوجيه يعني لماذا يتم هذا اعتقال هذا الشخص بناء على شيء غير معروف. عدا عن أن سلطة الاتهام هي بيد المدعي العام ابتداء، والمنوط بالسلطة القضائية أيضا، وهو ذراع من أذرع السلطة القضائية، وهو يهدف إلى رعاية المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة أو مصلحة بعض الأشخاص. فعندما نتحدث عن أمر اعتقال فيجب أن يصدر من المدعي العام وبناء على أدلة وإثباتات قانونية، وليس صحيح. مجرد كمين على صحيح. سبيل صحيح. المثال، أو حتى تسجيلات أخذت عن طريق يعني طرق غير قانونية. لذلك عندما نتحدث عن ونفحص هذه الأمور، يعني هي فعليا ما يحدث في العراق من كل هذه الوسائل والأدوات هي شيء مضحك مبكي في ذات الوقت. نعم. يعني نحن كمحامين عندما ننظر للأمر لا يمكن أبدا اتهام وإعدام شخص بناء على هذه الأدلة. بذات الوقت يعني هناك العشرات بل المئات من الأشخاص يواجهون نفس الطريقة دون حتى الطعن وفرصة الطعن في هذه الأدلة. عدا عن كون طبعا المخبر السري يعني هو نظام أصلا قائم على أساس استخباراتي معين وليس قانوني. يعني نحن لا نتحدث اليوم عن سلطة قضائية، نحن نتحدث عن سلطة أمنية أو حتى ربما أشخاص تابعين لهذه السلطة الأمنية. وهذا الأمر أيضا عزز عدم الثقة بين المواطنين، لأن ليس هناك شخص أبدا من الممكن أن يثق بشخص آخر إذا تم التعبير عن رأيه السياسي أو حتى رأيه الشخصي في مسألة ما. يعني جميع هذه الوسائل، جميع هذه الأدوات المتبعة يعني لا يمكن أبدا أن توصف إلا بوصف واحد، وهو عدم الشرعية وعدم القانونية. وهذا يستتبع أيضا عدم قانونية الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص. جميع هؤلاء الأشخاص لا يمكن أبدا وصف محاكمتهم بأنها محاكمة عادلة وفقا لما تم النص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهذه الكارثة كما ذكرت لك، بأن هناك تشكيك حقيقي في الأحكام الصادرة من قبل القضاء. لا يمكن أبدا التعويل على حكم أو على بلد أو على قانون من دون وجود قضاء نزيه مستقل بإمكانه تطبيق هذا القانون بشكل سليم. وعليه ما يصدره القضاء هو باطل، لأنه بالتأكيد استند على لا شيء، على باطل فهو على باطل. باطل ما استند نعم. ما بني على باطل فهو باطل، ولا يمكن أبدا أن تستمد هذه الأحكام من سلطة شرعية أصلا بنيت على نعم. قوانين باطلة وعلى أحكام باطلة طيب. وعلى أيضا معلومات وأدلة باطلة. طيب دكتور أيمن، في هذا السياق
هل تستغل الأحزاب ذات العمق الميليشياوي حالة غض الطرف وغض النظر التي كانت تمارسها القوات الأمريكية المحتلة، وذلك يأتي في سياق التناغم والتخادم الأمريكي الإيراني؟ هل تعتقد ذلك دكتور أيمن؟ أخي الكريم، يعني لا شك في ذلك. يعني هو طبعا هنالك حملات إعدام جماعي غير معلنة تحدث اليوم في ظل حكومات الاحتلال، لكن في سنية الاحتلال الأولى تعرف جنابك ويعرف يعلم الجميع أن هنالك تقاطع كثير وكبير في الأهداف الأمريكية الإيرانية المراد تنفيذها في العراق، ومنها تصفية العلماء والضباط والشخصيات والكفاءات والتدريسيين، وهذا كله حقيقة حدث في ظل حكومات الاحتلال وفي ظل حكومات طبعا يعني تعطي التغطية الرسمية بين قوسين القانونية لتنفيذ هذه الجرائم، يعني كأنها تقنن قتل المدنيين ولا سيما أصحاب الكفاءات والشخصيات المرموقة في البلد، وهذا طبعا شهده العراق خلال سنية الاحتلال الأولى، وكانت الحقيقة الهيئة سباقة في كشف وفضح هذه الجرائم. الكثير الكثير من هذه الجرائم حقيقة كم هائل تم تنفيذه من خلال هذا التخادم، حالة التخادم الإيراني الأمريكي، وطبعا وكانت الميليشيات هي اليد الضاربة لا سيما حتى يعني طبعا بشكل كما ذكرت هو مخطط أن يتم تصفية يعني فئات معينة من المجتمع العراقي، وكذلك أخذت على عاتقها تلك الميليشيات التي تدعي اليوم أنها يعني مقاومة إسلامية وما إلى غير ذلك، هي أخذت على عاتقها مواجهة المقاومة العراقية الحقيقية الشريفة الوطنية التي أرادت كانت ولا تزال أول يعني أهدافها هو تحرير البلد وتخليصه من براثن الاحتلال سواء الأمريكي أو الإيراني الواقع في العراق، وهذا طبعا يعني تلك الميليشيات التي ارتكبت جرائم جسيمة بحق الشعب العراقي، وهذه الميليشيات التي اليوم يعني تحولت من إلى حكومات حقيقة بالنتيجة في ظل الاحتلال، لأنه يراد يعني البقاء عليها ويراد إمدادها ويراد، فاليوم يعني لا يختلف اثنان على أنه اليد الطولة والكلمة الأولى في العراق اليوم للميليشيات. نعم دكتور. ولا سيما المتنفذة منها والمعروفة لدى الجميع. فهذه الحالة أخي هي أيضا كانت كما اليوم تنفذ الحكومة حملات إعدام جماعي بشكل غير معلن، وهذه طبعا بحد ذاتها جريمة حقيقة بحق المعتقلين، بل حتى من يدافع عنهم هم محرومون من حق الدفاع عن النفس ومن معرفة أسباب الاعتقال. هذا كله حقيقة، وذوي هؤلاء المغدورين لا يعلمون أنهم سيتم التنفيذ بهم، وكذلك كانت هذه الحالة في سنية الاحتلال الأولى متمثلة في هذه القتل خارج القانون والجثث مجهولة الهوية بين قوسين، هي ليست مجهولة الهوية، هي لأفراد وشخصيات عراقية معلومة ومعروفة، لكن هكذا يراد للعراق في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة. طيب. دكتور قحطان، على ذكر الميليشيات التي تفضل بها الدكتور أيمن، يعني اضطرار مئات آلاف المدنيين إلى الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش الميليشيات المجرمة التي تقتل على الهوية وتقتل حتى على الأسماء، ونحن عشنا كل ذلك سواء في بغداد أو في بقية المحافظات.
هم بذلك، وأقصد هنا الميليشيات، قد ضمنوا القضاء ومن يعني أمن العقاب أساء الأدب، أم أن تراها ربما الموضوع ربما يسلك منحا آخر؟ هل ضمنت الميليشيات القضاء وقامت بالأفعال اللا إنسانية تجاه المدنيين في بغداد وبقية المحافظات؟ الواقع أخي العزيز يشير إلى أن الميليشيات أو الجهات المسلحة غير المرتبطة بالدولة أو المنفلتة تجاوزت موضوع احتواء القضاء والتأمين أو الأمان من جانب القضاء، لا إلى أبعد من ذلك. ودليل على ذلك أن أيام من حكم كاظمي كان قد قبض على أحد الأطراف المعنية أو الفاعلة في إحدى الفصائل المسلحة بتهمة قضائية، وأودع في المنطقة الغبراء الخضراء يسمونها في بيت كاظمي رئيس الوزراء. جاءت قوة اقتحمت الخضراء واقتحمت بيت كاظمي وأخرجت الشخص المطلوب العدالة وأخرجت نهائيا ورسمت صورة كاظمي على الأرض وداسوه بالأقدام وخرجوا. هذه هي الحقيقة. إذا نحن أمام قوة أخرى فعالة في الساحة العراقية هي تتجاوز مسألة أمان أو الاستئمان جهة القضاء، لا تتجاوز حتى وجود القضاء. ولعلنا سمعنا أخيرا أن هناك أشخاص أو جهات رسمية أيضا بالتنسيق مع جماعات في السليمانية، الجهات الرسمية قد القبض على ضباط الجيش القديم السابق وهم جالسون هناك هاربون بأنفسهم وعيالهم من بطش الجهات المجهولة. إذا نحن أمام حالة استدامة القتل، استدامة الاستهدافات للوطنيين، استدامة إثارة النعرات الطائفية لأجل إبقاء على البيئة الخاطئة القائمة حاليا حتى تنتعش هذه الجماعات الضالة في مراكزها، تهميش للقضاء بشكل كبير. وأيضا سمعنا قبل مدة أن أحد الأشخاص كان مطلوبا أو موقوفا بجريمة قتل أحد الثوار هرب من السجن من البصرة وخرج عبر التواصل الاجتماعي يتحدى الحكومة ويتحدى من يأتي إلى داره ليأخذه ويقبض عليه. هذه هي حقيقة الأمر وليس التجني. وقبل يومين ثلاثة أحد الأخوان من هم الخوان من الديالة من تمائنا أمام الملأ صاحب صوت عالي، إحنا اللي صفين الديالة حميناها وإحنا اللي نرجيها للصفر. إذا ما يكون محافظ تميمي ماكو حكومة بديالة. هذا لو لم على يكن رؤوس الأشهاد هكذا يعني تهديد على رؤوس الأشهاد يعني لا يمشون أحد. نعم بالتلفاز عبر التلفاز نقلت هذه الصورة. هذه حقيقة العراق. ذلك لا تتحدث عن قضاء وعدالة قضاء وإنصاف القضاء. حتى لو ادعى هناك ادعاء عام وهناك مرافعات وهناك قرارات، لا، لأنه مسألة مثل ما يقول مثل الشعبي السمكة من رأسها. نعم. بين قوسين احتراما للجمهور لما قول من لفظه. أستاذ إيناس، نأتي على واجب المراكز الحقوقية. الملاحظ أنها تكتفي بإصدار البيانات فقط. سنبحث هذه النقطة ولكن دعيني أذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إن شاء الله. إذا المشاهدين الكرام، أهلا بكم من جديد مع ضيوفنا. معنا الأستاذ إيناس زايد والدكتور أيمن العاني والدكتور قعطان الخفاجي. نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج طاولة حوار إعدام المعتقلين حملات ظالمة تزهق أرواح الأبرياء. أستاذ إيناس،
المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية وحتى الإقليمية أكدت في بيانات مختلفة أن السلطات الحكومية في العراق تنفذ عمليات إعدام، وذلك بناء على اعترافات مشوبة بالتعذيب. هل واجب المراكز الحقوقية فقط هي إصدار البيانات؟ لا تغيير منذ أكثر من 20 عام، 21 سنة نحن نسمع البيانات ولكن لا جديد على أرض الواقع. نعم، يعني هي مسألة دائما يسأل عنها الحقوقيون والقانونيون، لأن عندما نتحدث عن الآليات الدولية على مختلفها، سواء نتحدث عن المحلية أو الإقليمية أو الدولية، فلا بد أن يكون هناك دور فعال على أرض الواقع. وعندما نتحدث عن الشأن العراقي بالتحديد، نحن نتحدث عن جملة من الانتهاكات على حقوق الإنسان، وليس فقط موضوع الإعدامات التي تطال الأشخاص الأبرياء بمحاكمات غير عادلة. نحن نتحدث عن مشكلة النازحين، مشكلة الأطفال وتعليم الأطفال، تجهيل فعليا الأطفال وليس تعليمهم، لأن ليس هناك تعليم حقيقي اليوم في العراق. نحن نتحدث عن أمراض وأوبئة تحدث الآن في مخيمات النزوح، نحن نتحدث عن تغيير ديموغرافي، وأيضا يعني تمييز بناء على المذهب وعلى الطائفة وما إلى ذلك. فنحن نتحدث عن جملة من الانتهاكات التي يجب أن يكون هناك خطوات على أرض الواقع لمنعها وليس لاستمرارها. وكنا نحن كقانونيين وكحقوقيين نتابع الشأن الإنساني والحقوقي في العراق، ونقول بأنه وربما من بسبب زخم الانتهاكات التي تحصل في على حقوق الإنسان العربي في الوطن العربي، ربما هناك يعني تقصير أو قصور في عمل هذه الآليات، لأنه هناك زخم وهناك يعني العديد من المشاكل التي يمكن التي لا يمكن حلها فعليا. طيب. وبالتالي ليست الأولوية اليوم للملف العراقي. فكنا نتحدث لوهلة بهذا الأمر، إلى أن تبادرت بعض المعلومات أو الأدلة التي تشير بوضوح إلى عدم وجود إرادة وعدم وجود رغبة في فتح الملف العراقي أو حتى التغيير في الوضع العراقي القائم، وكأن العالم يحلو له ما يحدث في العراق اليوم، وكأن العالم يريد لهذه الفوضى أن تستمر. يعني لا يوجد هناك تحرك ولا على أي صعيد من أجل أن يكون هناك إلزام على الأقل على الحكومة العراقية القائمة حاليا. طيب. وهناك مثلا آلية نحن يعني دوما نعول عليها، وهي الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في أي بلد. طيب. وهي تتم كل 4 سنوات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فيه يعطي أو تعطي الدول الأطراف توصيات للبلد خلال 4 سنوات، هذه الحكومة عليها أن تنفذ هذه التوصيات، وإلا يترتب عليها عقوبات اقتصادية وعقوبات وربما ملاحقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لم يتم هذا الأمر على الرغم من وجود هذه التوصيات، وهناك عدم متابعة لهذه التوصيات ابتداء. يعني عندما نرى هذا الأمر يتكرر كل 4 سنوات وكل 4 سنوات، يتراءى لنا قانونيون بأنه لا يوجد هناك رغبة لتغيير الواقع العراقي. وهذه المسألة بحد ذاتها هي مشكلة حقيقية، لأننا عندما نعول على القانون الدولي، ونحن نتحدث يعني أنا باحثة في القانون الدولي، ولكن على ما يحدث اليوم في الوطن العربي من انتهاكات وصمت دولي في مواجهة هذه الانتهاكات، أصبحت فعليا لا أؤمن بفكرة القانون الدولي. طيب دكتور أستاذة إيناس، وإن شاء الله تحصلين على الدكتوراه إن شاء الله. أستاذة إيناس، يعني هل من الممكن من الناحية القانونية إعادة المحاكمة لهؤلاء المعتقلين ومعاملتهم، أنا أقصد السجناء، بشكل آدمي إنساني؟ هل من الممكن من الناحية القانونية إعادة المحاكمة؟ هل هذا وارد مثلا؟ ابتداء ما حدث في مع هؤلاء الأشخاص يصنف وفق القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية، وهذه وإعدامات يعني خارج نطاق القانون. وهذا الأمر يضع على الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة، ليس فقط بإعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص الذين أعدموا وربما فقدوا حياتهم، ولكن أيضا بالإنصاف والتعويض، تعويض الضحايا. صحيح. يعني كل شخص من هؤلاء الأشخاص الذي تم إعدامه
ترك خلفه عائلة وأولاد وأسرة، لابد من أن يتم تعويض هذه الضحايا أو هذه الأسر عما فقدوا من أو عن الانتهاك الذي حصل دون وجه حق. نعم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا يمكن أبدا للحكومة العراقية والتي يندرج تحتها القضاء بصفة سلطة من السلطات الثلاث التنصل من المسؤولية عن هذه الجرائم. أنا أصنفها بأنها جرائم. لا يمكن أبدا استخدام القانون أو القضاء كغطاء شرعي لتغطية بعض الجرائم. هذه جريمة، ولا يمكن أبدا أن يعني أتحويلها أو استخدام مصطلحات ألطف بأن نتحدث عنها بأنها انتهاك أو حتى نتحدث عنها بأنها خطأ ربما. لا، هي ليست خطأ، وقد تتكرر وقد تكررت وتتكرر. لذلك فلا بد من أن يكون هناك عودة للواجب الدولي للآليات الدولية، يعني حتى فعلا لا يفقد العالم المعنى الحقيقي لفكرة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لا بد من أن يكون هناك تحرك في مواجهة ملفات عديدة من ضمنها وعلى أولويتها الملف العراقي، وإلا فلا يجرؤ العالم بعد الآن بأن يتحدث بفكرة القانون حقوق الإنسان أو حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان. طيب. ليس فقط في الدول العربية ولكن في كل العالم. كل العالم. دكتور أيمن، حلقة النظام القضائي الفاسد يتمثل بنقاط شرحتها الأستاذة إيناس، ويعني بعدم اعتماد المحكمة شهادات الشهود الحقيقية أو الدلائل الواقعية، وبالاستناد إلى الأوراق التي تأتي من ضباط التحقيق الذين عادة يعني في الغالب هم عناصر ميليشياوية، بما تحوي هذه الأوراق من اعترافات تحت وطأة التعذيب بجرائم لم يرتكبوها، وبالتالي تقوم المحكمة بالاعتماد على هذه يعني هذه الاعترافات ولا تلتفت بطبيعة الحال إلى إنكار المعتقلين. السؤال هنا، من يتحمل مسؤولية القضاء الفاسد في العراق دكتور أيمن؟ أخي الكريم، هذا طبعا سؤال مهم جدا. نعم. لكن بالحقيقة لنرجع قليلا إلى الوراء، أصلا في العراق بعد 2003 تشكلت حكومات غير قانونية، يعني تشكلت. اليوم الضيفة الكريمة تقول ما بني على باطل فهو باطل. الاحتلال حالة باطلة بنيت على أساسه حكومات الاحتلال المتعاقبة، وتعززت هذه الحقيقة غياب الدولة القانونية في العراق بعد 2003 تعززت بأدلة كثيرة جدا. من ضمن هذه الأدلة هي التمييز للأفراد أمام القضاء وتسييس القضاء لتنفيذ رغبات جهات وأحزاب متنفذة ليست لها أي علاقة ولا تمت بأي صلة في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وبيان الحقائق. فهذا يعني ما من يتحمل ما يجري في العراق بالدرجة الأولى هي الجهة المعتدية، الجهة التي باشرت باحتلال البلد وباشرت بتفكيك الدولة العراقية وحل المنظومة العسكرية والأمنية وما حل في البلد حقيقة طوال هذه السنين منذ 2003 وحتى اليوم. بالدرجة الأولى طبعا هي الجهة المعتدية، طبعا يزاد على ذلك حكومات الاحتلال ومن شارك في تأسيس وتشكيل هذه الحكومات، وأعني هنا طبعا بشكل خاص المشاركين بالعملية السياسية التي فرضتها سلطة الاحتلال، وكذلك طبعا الدولة المحتلة الأخرى وهي إيران من خلال دعمها وتمويلها للعنف حقيقة في العراق منذ احتلاله وحتى اليوم. الميليشيات ضالعة ووالغة بدماء العراقيين بشكل كبير، وهذا الأمر يعني ليس سرا. فهنا الأمر الكبير هنا يعني القضاء في العراق أصبح لديه مهمة هي تبرئة المجرمين وإدانة الأبرياء. حقيقة هذه يعني أنا لا أبالغ في قول ذلك،
بل حتى هنالك من هو مشارك بالعملية السياسية، هنالك اعترافات، أحدهم يقول هذه طعنة قاتلة في قلب العدالة، والآخر يقول، يعني كلها حقيقة تصب في أنه لا عدالة في العراق في ظل حكومات الاحتلال. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون القاضي هو الخصم، لأنها هذه هي الحالة المتمثلة في العراق اليوم. وهذا طبعا يعني كم هائل من الأدلة على ما أقول، يعني حتى في بعض الحالات التي أراد القضاء أن يسجل شيئا لنفسه، مثلا عندما أدان المجرمين في ارتكاب مجزرة جامع مصعب بن عمير، في يعني بعد سنين أو سنتين خفف الحكم من إعدام إلى سجن مؤبد، وبعد أقل من سنة خفف الحكم إلى إفراج. يعني حتى في هذه الأمور يعني استرخاص للدم العراقي بشكل كبير، وهذا طبعا يشكل إحباط الكثير الكثير من الحقوقيين والعاملين في هذا المجال والمتخصصين والخبراء. يعني هنالك حالة إحباط متنامية متفاقمة متواكبة مع المسيرة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. نعم دكتور. بغض النظر جميع المحاور أخي الكريم، نحن نتحدث هنا عن جرائم وجرائم يعني جسيمة، لكن أؤكد لك وللجميع أنه جميع محاور حقوق الإنسان في العراق اليوم في أدنى مستوياتها، وهذا طبعا يعني تذيل العراق للقوائم السلبية، قصدي تصدر العراق للقوائم السلبية على المستوى العالمي، هو دليل دامغ على أنه يراد لهذه الفوضى أن تستمر، ويراد لهذا البلد أن يظل في حالة من التدهور السريع الملحوظ الذي يعني مع الأسف الشديد أقول لا توجد هنالك يعني بصيص أمل في أن هذا التدهور سيقف أو سيحاول من هو، لأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية بهذا الاتجاه. طيب دكتور قحطان، يعني الميليشيات لن تتوقف ما دام المجتمع الدولي يقف موقف المتفرج على هذه الجرائم والانتهاكات التي تجري في العراق. هل يثق أو نثق يعني في الوقت الحاضر أو حتى في المستقبل، هل نثق بالمجتمع الدولي في حل أزمة الميليشيات، أم أن الحل من وجهة نظركم يكون من الداخل؟ المجتمع الدولي للأسف الشديد هو من ساهم في دمار العراق واحتلال العراق والمآسي التي حصلت في العراق، ونرى المجتمع الدولي أيضا أمامنا قضية فلسطين، الناس العزل الأبرياء يقتلون بدم بارد من الصهاينة، ولا نسمع سوى بعض الأشياء البسيطة من المجتمع الدولي. إذا المجتمع الدولي يمكن أن يعول عليه، التعويل أساسا في كل دول العالم عندما تنهض وتغير حالها للأحسن أن يكون الإرادة والفعل يبتدئ من الداخل والإرادة داخلية. لذلك نحن منذ البدء قلنا التعويل أساسي على الداخل وعلى مجتمعنا، على شعبنا، مثقفيه، كل مكونات المجتمعية في المجتمع على مستوياتهم العلمية وغير العلمية، أن يكونون يد واحدة باتجاه واحد نحو ضرورة خلاص العراق من ما هو عليه منذ 2003 لحد الآن. إذن نعتقد الأساسي أن التغيير من الداخل، ولكن كمنطق عام كعلوم سياسية وكقانون دولي أن المجتمع الدولي المسؤولية، سيما وأن أمريكا دولة محتلة للعراق، والقانون الدولي يلزم أمريكا أخلاقيا وقانونيا أن تقوم بدورها حيال الدولة المحتلة، حماية الدولة ممتلكاتها، عدم تقسيمها، عدم إصدار قرارات مجحفة بترتيبات للمجتمعية. لكن المشكلة أن المجتمع الدولي قلنا هو الذي ساهم في هذا الدمار، وأمريكا هي التي قادت عملية الدمار والغزو والتدمير، ذلك لا نعول. ولكن عندما نفرض على المجتمع الدولي حالة
أن مجتمع عراقي رافض هذه العملية السياسية، وهذه العملية السياسية أيضاً بالمقابل هي التي جلبت للإقليم والمنطقة برمتها وكلها الويلات والمآسي وحالة اللا أمن. نجبر المجتمع الدولي على أننا نحن كشعب نرفض هذه الحالة السيئة، والحالة السيئة التي صنعتها يا محتل يا مجتمع دولي خاطئة باطلة دمرت المجتمع، وقد يصل الإساءة إليك يا مجتمع دولي. هنا قد يكون ثمة أمل في عملية توظيف القدرات وإمكانيات المجتمع الدولي في الشأن العراقي. إذن توظيف هذه القدرات الدولية تنبع من حجم الفعل المؤثر للشعب العراقي على الساحة الداخلية لكي نفرض الداخل للتغيير ونجبر الخارج أن يستمع لنا، كما حصل في حراك الشعبي في ثورة تشرين التي أنهت خطوط حمر وغيرت موازين وأسمعت العالم أن العراق ليس شعبا مطيع للظلم وتابع للظلم، بل شعب ينتفض على الخطأ. هذا اللي أعتقد عليه من الداخل هو يكون الحراك، والجهة الخارجية نجبرها نحن على أن تقوم بواجبها حيال العراق. أستاذ إيناس بدقيقة، عملية الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، بموجب هذا القانون، هل يمكن أن نطلق عليها بأنها جرائم ضد الإنسانية؟ هل ترقى إلى هذا المستوى؟ نعم، يعني جرائم ضد الإنسانية هي فعليا ما يطبق في حالات الانتهاكات التي تحدث من قبل الدولة، وما يحدث اليوم هو يحدث بأيادي حكومية وأيادي رسمية بحتة، ليس هناك جرائم تحدث مصادفة أو بدون علم الحكومة في الأراضي العراقية. وعندما نتحدث اليوم عن أيادي رسمية، نحن نتحدث اليوم عن جهات عليا وأصحاب قرار، وعلى الرغم من وجود هذه الانتهاكات وعلى الرغم من وجود هذه الجرائم، فلا يوجد هناك محاسب أو رقيب أو حسيب على هذه الانتهاكات. لذلك فنعم، المسؤولية قائمة بشكل كامل على النظام العراقي. كل ما يحدث للشعب العراقي اليوم وكل ما يعانيه الشعب العراقي اليوم هو من مسؤولية الحكومة العراقية اليوم، ليس فقط اليوم، من وقت استلام الحكومة العراقية لسلطاتها ولغاية اليوم ولآخر يوم يتم فيه حصول الانتهاكات. هذه جميعها مسؤولية الحكومة العراقية، وهذه جرائم لا تتقادم مع مرور الوقت. لذلك فنحن نشدد على هذه المسؤولية، ونطالب أيضا المجتمع الدولي في الصلاحية الممنوحة له بالضغط على هذه الحكومة من أجل وقف هذه الانتهاكات. دكتور أيمن بدقيقة، الهيئة طالبت الأمم المتحدة والدول العربية بمواقف واضحة تشعر الشعب العراقي بأن العالم لن يتخلى عنه، هل يمكن أن نعول على هذه الجهات بدقيقة لو تكرمتم دكتور؟ أخي الكريم، أكرر هنا، الهيئة تطلب موقفا واضحا وجليا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الدول العربية، وإلا أثني هنا على كلام الضيف الكريم أنه الشعب العراقي شعب يأبى الظلم وشعب يأبى الذل وشعب يعشق الحرية وشعب يعني يتنفس حرية حقيقة، والشعب قادر على أن يغير الحال، لكن يحتاج إلى إشعاره بأنه ليس يعني بمفرده، وهنالك اهتمام. وأكرر هنا، نحتاج موقف رجولي من الأمم المتحدة ومن الدول العربية تجاه ما يحدث في العراق، لأنه في الحقيقة يعني لست لأن يعني ليس لأنني عراقي، لكن العراق بيضة القضبان في المنطقة، وبيده الكثير الكثير في حال استرد وضعه الطبيعي في المنطقة، يستطيع أن يعيد التوازنات ويعيد الأحوال إلى ما كانت عليه. وهذا طبعا أمر معروف لدى الجميع. دكتور قحطان بدقيقة، أين الخلل في عمليات الإعدام المستمرة؟ الخلل في القوانين أم في القضاة وخلفياتهم الأيديولوجية؟ بدقيقة لو تفضلتم. الخلل في المنظومة برمتها، العملية السياسية بتشريعاتها برموزها الفاسدة بآلياتها العقيمة هي الخلل تكمن جميعا، وذلك وظفت كل الأمور وكل التشريعات وكل الجهات لخدمة حالة تدمير العراق وإنهائه، كما قال أحد الرموز العملية السياسية، قال نحن مقاولين تفليش ليس إلا. إذن هي
منظومة برمتية خطأ، لذلك لا نعول على أي جهة لذاتها، لأن الكل يصب بالاتجاه الخاطئ. مشاهدينا الكرام، يعني لم يبقى إلا أن نقدم الشكر الجزيل لضيوفنا. كان معنا عبر الهاتف مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، حدثنا مشكورا من عمان. شكرا جزيلا دكتور. حياكم الله أخي، شكرا جزيلا. وكان معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، حدثنا من العاصمة بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور. حياك الله وياك. وشكر موصول إلى المحامية والباحثة في القانون الدولي، شرفتنا في الاستوديو الأستاذة إيناس زاي. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم إيناس. وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقيكم في جولات أخرى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.